السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعبة الفيلد اليوم هو في احد القنوات اللي انا صاحبها اغلقوها بدون سبب، بس لاني العب لعبة مثل جير او هذا قبل يقولون سوفت وير انترفيس، الحين يدورون لهم اي شيء عنف كراهية. زين دامنها عنف كراهية ليش تبيعون اللعبة؟ والله حلال عليكم تبيعون وحلال وحرام علينا. انا العموم هذا الشيء مش موقفني، وانا بستمر انزل في القناة الثانية وبسوي لي قناة بعد. المشكلة الحين سرعة الانترنت قبل ما عشان اشابك على الواي فاي اكس بوكس 1 بلاي ستيشن 4، نسيت اسوي ريفريش. فريقنا شوي خسران بس مو بواجد. لازم نعالج الدبابة بالارجية او انجينير. انا ما ابي اطول واجد، اسوي ترتيب عشان اقول لكم انه فوق. الاماكن العاليه هي المشكله. Thank you.